بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس مختلفين متفاوتين لكي يكمل بعضهم بعضاً ولكي يصوب بعضهم بعضا، فهذا غني وهذا فقير، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا مؤمن وهذا كافر، وهذا بر وهذا فاجر، وهذا عربي وهذا أعجمي. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذه المسألة. وهذه حلقات سوف أتكلم فيها عن فقه الاختلاف. ما هو الاختلاف؟ وهل هناك فرق بينه وبين الخلاف؟ وما هي شروط الاختلاف؟ وما هي مجالات الاختلاف؟ وما هي آداب الاختلاف؟ وإلى آخر هذه القضايا وتلك المسائل التي سنتكلم فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أولاً، الاختلاف في اللغة هو والخلاف الاثنان لا مترادفان على معنى واحد، فكل منهما هو مطلق المغايرة والمضادة. يقال: خالف فلان فلانا واختلف فلان وفلان، أي تغاير موقفهما أو اتخذ كل منهما موقفا مغايرا للآخر، أو اتخذ كل منهما رأيا مخالفا لرأي الآخر. هذا من حيث اللغة، فهما مترادفان على معنى واحد. وأما في الاصطلاح فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاختلاف والخلاف أيضاً مترادفان على معنى واحد، وهو أن يتخذ كل من يعني هو منازعة بين اثنين لإحقاق حق أو إبطال باطل. وعلى هذا فكل من الاختلاف والاختلاف أيضاً في الاصطلاح معناهما واحد، وهو منازعة تجري بين خصمين لإحقاق حق أو لإبطال باطل. وبالتالي فلا فرق بينهما في من حيث الاصطلاح، كما أنه لا فرق بينهما من حيث اللغة. وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن بين اللفظين فرقا، وذكر هذه الفروق من عدة أوجه. الوجه الأول، قال: الاختلاف يكون مبنياً على أدلة وحجج وبراهين، أما الخلاف فلا يكون مبنياً على ذلك، بل الدافع إليه هو مجرد التعصب أو الهوى. إنسان يتعصب لشخص أو يتعصب لفرقة أو لجماعة، أو لا يتعصب ولكنه مجرد هوى في نفسه، وهو حب الظهور من باب خالف تعرف. والفرق الثاني أن الاختلاف يعني يعتمد على التغاير في الوسيلة بينما الغاية واحدة، يعني الاثنين المختلفين وسيلتهم مختلفة لكن الغاية عند كل منهما واحدة، وهو الوصول إلى الحق أو الوصول إلى الصواب أو الوصول إلى الأفضل. أما الخلاف فلا يعتمد على هذا، بل هو
مجرد يعني خلاف يعني، بل هو خلاف يعني الخلاف يعتمد يعني يكون افتراق بين في الوسائل والغايات، يعتمد الافتراق بين الوسائل والغايات. فمثلا نضرب مثال توضيحي او تطبيقي لهذا الفرق. الامام ابو حنيفه والامام الشافعي كلاهما يمنع وجوب الزكاه في البهائم المعلوفه، الحيوانات المعلوفه من الابل والبقر والغنم، يقولان لا زكاه فيهما، لا تجب الزكاه فيهما. لكن فالحكم هنا واحد، لكن الوسيلة التي من خلالها توصل إلى هذا الحكم مختلفة. الإمام الشافعي وسيلته في هذا الحكم هو حجية مفهوم المخالفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، والغنم السائمة خلاف الغنم المعلوفة. الغنم السائمة هي التي لا تحتاج إلى مؤونة في طعامها، ولكنها ترعى من خيرات الأرض. أما الغنم المعلوفة فهي التي يتكلف صاحبها مؤونة لطعامها. والإمام أبو حنيفة مصدره أو الوسيلة التي توصل من خلالها إلى أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة هو الأصل أو البراءة الأصلية، لأن فكلا الإمامين توصل إلى حكم أو إلى غاية واحدة، وهو أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، لكن الوسيلة عند كل منهما مختلفة. فالوسيلة عند الإمام الشافعي مفهوم حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الغنم السائمة بالذكر في وجوب الزكاة فيها، فهذا معناه أن الحكم يثبت بخلافه في الغنم المعلوفة، ومن ثم لا زكاة في الغنم المعلوفة بناء على مفهوم المخالفة هذا. أما الإمام أبو حنيفة فهو يرى أن مفهوم المخالفة ليس حجة وليس طريقا من طرق إثبات الأحكام، ولكنه لجأ إلى الأصل أو البراءة الأصلية، وهو أن الأصل أن الناس غير مكلفين، فإذا جاءت النصوص بالتكليفات فما جاءت به النصوص هو الذي يكلف به الإنسان، وما عداه يبقى على الأصل. وبالتالي فهنا الوسيلة عند الإمامين مختلفة، لكن الغاية واحدة، وهو الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى. الفارق الثالث أن الاختلاف رحمة، بينما الفرقة الخلاف فرقة وعذاب. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مختلفين لكي نتكامل ولكي يكمل بعضنا بعضا، لا لكي نتشاجر ولا لكي نتخاصم ولا لكي نتعارك. أما الخلاف فهو يحدث فرقة في الأمة ويحدث تنازعا فيها. الفارق الرابع، قالوا الاختلاف لو حكم القاضي بموجبه لا يفسخ ولا ينقض حكمه، أما الخلاف فلو حكم القاضي بموجبه فإنه يجوز بل يجب فسخ حكمه. لماذا؟ قالوا لأن الاختلاف مبني على أدلة وبراهين وحجج، أما الخلاف فلا أدلة ولا براهين ولا حجج، وإنما هو مجرد رأي كما قلنا، إما للتعصب أو للهوى في نفس المخالف. وأنا من وجهة نظري أرجح الرأي الأول، وهو أنه لا فرق بين الاختلاف والخلاف، وعلى هذا جرت عبارات العلماء. لو قرأت في الكتب ستجد أن العلماء عمليا لا يفرقون بين الاختلاف والخلاف، وإذا أرادوا التفرقة قيدوا الاختلاف أو الخلاف بقيد، فيقولون مثلا إذا تغاير رأيان يقولون هذا اختلاف محمود وهذا خلاف أو اختلاف مذموم، اختلاف محمود أو خلاف مذموم. هذا وبالله التوفيق،
وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.